السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. طليت عليكم فيديو جديد حبوباتي، جبتكم فيه وصفة بزاف هايلة اللي هي وصفة بريوش. يجي رخامي، يجي يعني الشكل تاعو راه الصورة تحكي على نفسها، يجي ولا اروع يعني شكلا ومذاقا، يجي قطني ويجي خفيف يعني خفيف ريشة، والاهم انه بدون بيض، يعني ما استخدمتش فيه البيض تماما لا في التزيين ولا في الوصفه تاعنا. نتمنى حبيباتي تكملوا معايا لا فيديو للاخير هكا باش تستفادوا من الوصفه وتجربوها. بسم الله، ونبداو في المقادير تاع هذه الوصفه. عندي هنايا كاس ونص تاع الحليب يكون دافي، عندي هنايا ملعقه ونصف كبيره تاع خميره الخبز او الخميره الفوريه، عندي هنايا 3 ملاعق كبيره تاع السكر العادي، راح نجيبو هنايا الفوين نخلطو شويه باش نحاولو هذاك السكر يذوب شويه لنا، يذوب لنا في هذاك الحليب. من بعد هنايا رايحين نضيفو 3 مغارف كبار تاع الفارينه، ونخلطوهم مليح. من بعد حبيباتي رايح نجيبو البابي فيلم ونغلقو على الريسيبيون تاعنا ونخليها تختمر لمده 10 دقائق. عايلكم هنايا بعد ما اختمرت لي هذيك العجينه لمده 10 دقائق، شوفوا هنايا الخميره تاعنا كيفاش تفاعلت، يعني ما شاء الله عليها. راح نجيبو هنايا الفوي ونخلطو شويه. اسمحوا لي حبيباتي على الصوت تاعي لاني والله مريضه شويه، لا قريبه كم تعرفوا هذا الوقت كامل الناس راها مرضت، ربي يشافي كل مريض ان شاء الله. بعد هنا يا حبيباتي رايحين نضيفو 3 مغارف كبار تاع الزيت، ونضيفو نصف ملعقة تاع الملح. من بعد حبيباتي رايحين نخلطو جيدا، بعد هنايا نوصلوا لمرحلة تاع إضافة الفارينة. بالنسبة للفارينة ما رايحش نعطيكم المقدار تاعها المضبوط، لأنه كل فارينة وكيفاه، كاينة اللي تشرب وكاينة اللي ما تشربش، وبالتالي أنا نقولكم راح نضيفوا الفارينة بالتدريج ونقعدوا نلبوا في لاباط تاعنا حتى تتحصلوا على عجينة تكون طرية. وهنا يا حبيباتي وحنا نلمو في لاباط، يعني قبل ما نكبلوا الفارينه حتى النهايه، رايحين نحيو شويه حوالي مقدار حفنه من هذيك لاباط، لانه رايحين نضيفوا لها الكاكاو نلونوها باللون البني. ونكمل هنايا نضيف الفارينه بالتدريج حتى نتحصل على قوام يكون اطري. هنايا بالنسبه للاباط هذيك اللي نحيناها، يعني ما لازمش حتى نكملوا الاضافه تاع الفارينه، كي تضيفوا من بعد الكاكاو يعني رايحه تبسلكم، يعني حنايا حاولنا انه نحيوها وهي طريه. راح نضيفوا لها هنايا نصف ملعقه كبيره تاع الكاكاو، انا هنا درت الكاكاو الاسود، اللي راح دير الكاكاو البني نقول لك حبيبتي ديري ملعقه كبيره. هنايا راح نجيبو لاباط تاعنا، راح نعجنوها حوالي دقيقة فقط، يعني هنايا ماهوش عجن، ولكن باش نلمو لاباط برك يعني تولي الملمس تاعها يكون مليح. كما راكم تشوفوا يعني لميناها فقط، عجنوها حوالي دقيقة فقط. هنايا بالنسبة للاباط هذيك البنية راح نقسموها على 2، يعني زوج كويرات. اما هذه لاباط هذه البيضاء راح نقسموها على 6 كويرات كما راكم تشوفوا، نديبو لهم بهذه الطريقة. هاوليكم هنايا الكويرات تاعنا، رايح نغطيهم بابي فيلم ونخليهم يختمروا لمدة 10 دقائق اخرى هكا باش كي نجيو نطرحوا لاباط تاعنا ما رايحش تغبرنا. هنايا راح نجيبو كاسرون، راح نديرو هنايا ملعقة تكون كبيرة تاع الزبدة،
رايحين نديو نذوبوها كما راكم تشوفوا، وراح نضيفوا لها هنايا ملعقه كبيره تاع النشاء. هنايا بالنسبه للنشاء يعني كنضيفوها ما رايحاش تندمج مليح كيما كي تكون النشاء كيفاش تندمج في الزيت، ولكن رايحه تخدموا بها وتجيكم سهله عادي. هاي لكم هنايا لاباط تاعنا بعد ما ارتاحت لمده 10 دقائق يعني زادت اختمرت ورجعت لاباط تاعنا خفيفه. هنايا رايحين نستعينوا بالفرينه، من بعد راح نحاولوا نطرحوا هذوك لي بول. نبداو هنايا بالطبقه الاولى اللي هي العجينه باللون الاسود تاع الكاكاو، راح نطرحوا لاباط تاعنا حبيباتي كما راكم تشوفوا على شكل مستطيل، يعني ما راحش نكبروه بزاف. من بعد رايحين نجيبوا هذاك الخليط تاع الزبده والنشا، رايحين نجيبوا بالبنسو وندهنوا الوجه كامل تاع العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا. هنايا جوست ما تدهنوها يعني من بعد هذاك النشاء رايح يمتصوا العجين. وبنفس الطريقه نكمل مع بقيه هنايا الليبول. هنايا قلنا الطبقه الاولى درناها تاع الكاكاو، من بعد راح نديروا 6 طبقات هذوك تاع البيضاء، يعني بنفس الطريقه رايحين نطرحوا العجينه تاعنا، من بعد رايحين ندهنوها بخليط الزبده مع هذاك النشاء. يعني هنايا راح نديروا التوريق. تقدروا حنايا تستخدموا في بلاصه المارغرين هذيك تقدروا ديروا زبده التوريق، انا حاولت اني ندير لكم يعني حوايج يكونوا اقتصاديين. يعني راح نكمل كامل اللي بول تاعي بنفس الطريقه، قلنا درنا الطبقه الاولى تاع الكاكاو ومن بعد نديروا 6 طبقات، راح نكمل ندير 6 طبقات هذوك البيضاء، من بعد نزيدوا نغلقوا بالطبقه تاع هذيك الكاكاو. هاي لكم هنايا الطبقه الاخيره، هاي لكم هنايا بعد ما كملت كل الطبقات، يعني الطبقه الاولى تاع الكاكاو من بعد 6 البيضاء، من بعد نزيدو نديرو من الفوق تاع الكاكاو. راح نجيبو هنايا القنوط بهذه الطريقه، يعني نديرو هذا الخطوه هذه ونحاولو هنايا نطرحوها على شكل مستطيل، يعني بالنسبه للسمك تاعو حوالي يكون نصف سنتيم. ما تخافوش لهنا لاباط راها تمشي معكم بكل سهوله، يعني راح تجيكم الخدمه سهله. نطرحوها هنايا مليح، قلنا السمك حوالي نصف سنتيمتر. من بعد هنايا راح نجيب الموس، نحاول نحي الاطراف يعني نخلي الشكل تاعي يكون مستطيل. بالنسبه هذا الزوائد هذو ما تخافوش رايحين نديروا بهم شكل بريوش، يعني ما رايحاش نستغنى عليهم. وتحصلت هنايا على شكل مستطيل. راح نجيبو هنايا الموس وتحاولوا ديروا الفتحات هذو. دوك نقرب لكم هنايا الصوره، هنايا تحاولوا انكم ديروا النصف هذاك الصغير او حوالي ثلث، رايحين نقسموه بهذه الطريقه نديروا على شكل شرائط. بعد هنا يا حبيباتي الشرائط هذو يعني راح نحاولوا نلويهم بهذه الطريقه، راها الصوره امامكم. نلويهم بهذه الطريقه، بالنسبه للشكل تاع هذا البريوش يعني راح يجي ولا اروع. تبعوا معايا فقط الطريقة تاع التشكيل تاعو وأكيد رايحة تنجح معاكم. تنكملوا الشرائط هذو كامل. بالنسبة هنا للحشو أنا خيرت أني ندير المعجون، بالنسبة هنا كان متواجد معايا معجون الفراولة، يعني تقدروا تحشوها بواش بغيتو، تقدروا ديروا لي بيبي دو شوكولا، تقدروا ديروا معجون، ديروا شوكولا طلاء، يعني وتقدروا ما تحشيوهش كامل ورايح يجيكم مليح. هنايا بالنسبة لي دار الحشو حاولوا أنكم تطويو وتغلقوا مليح، يعني نغلق في الجوانب مليح، ضغطوا بصباعكم بهذه الطريقه باش يتقفل وما يخرج لكمش الحشو، ونطوي بهذه الطريقه. هاوليكم هنايا الشكل تاعنا كيفاش خرج لنا، جا ما شاء الله.
هنايا المستطيل تاعكم يعني على حساب الطول تاعو قد ما ديرو. اذا طولتوه بزاف راح يجيكم شغل هنايا كي تحطوه في هذا المول الدائره راح يجيكم مدور. انا هنايا ما كفانيش يعني جا على شكل اهلال. بعد هنا يا حبوباتي راح نجيبوا هذوك الزوائد اللي كنا نحيناهم، تبعوا معايا فقط هذه الطريقه. يعني حاولت اني نستغل هذا لي شيت هذو ونخذ بريوش واحد اخر في مول اخر. هنايا حاولت اني نحشيه بشويه تاع الشوكولا ونغلقه مليح بهذه الطريقه. ومن بعد نجيبوا هذوك، يعني راح نحاول ندير شرائط وتلويهم بهذا الشكل وندور على هذاك الحربوش اللي كنا درناه. يعني الصوره راها امامكم، نحاولوا انه نستغلوا هذا الزوائد هذو، يعني ما رايحش نرمي ونعم تربي، نحاولوا انه نخرجوا بهم يعني بريوش بشكل اخر. وصدقوني جو ولا اروع، يعني الشكلين احلى من بعض. لكم هنايا جبت هنايا المول المستطيل، راح نضع فيه هنايا البريوش. من بعد هنايا حبوباتي راح تخليوهم، راح تغطيوهم بابي فيلم وتخليوهم يختمروا حتى يتضاعف الحجم تاعهم. نتوما على حساب الوقت يعني اللي خليتوه ولا درجه الحراره تاع الغرفه اللي حطيتوا فيها هذا الخبز، يعني خلوه يختمر جيدا حتى تشوفوا الحجم تاعو يعني تضاعف تماما. انا هنا ياخذ لي حوالي 45 دقيقه. هاو لكم هنايا شوفوا لهنا البريوش تاعنا كيفاش اختمر، يعني ما شاء الله كيفاش انتفخ. شوفوا هنايا كيفاش عبالي هذاك المول. بعد هنايا يا حبوباتي رايحين نديوه للفرن، نحطوه في الوسط، نشعلوا عليه من التحت، يعني تحاولوا ديروه يعني ما تقووش للنار، نخليه حتى يطيب لنا مليح. من بعد نزيدو نشعلوا عليه من الفوق ياخذ هذه التحميره الباهيه. هاي لكم هنا يا حبيباتي بعد ما كنت خرجت البريوش تاعي، شوفوا لهنا الطياب تاعو كيفاش طاب لي ما شاء الله. بالنسبه للطياب كل وحده ولا الكوشه تاعها يعني راح يحكمك حوالي نصف ساعه فما اكثر. هاي لكم هنايا راح نديمو لي البريوش تاعنا، راح يديمو لها بكل سهوله. شوفوا لهنا الشكل تاعو جا ما شاء الله، يعني حتى وتحبوا ما تزينوهش تخليوه فقط بهذه الطريقه، التزيين تاعو راح كافي. انا لهنا حاولت اني ندلو فقط كتزيين بسيط، جبت هنايا شويه تاع المعجون راح نحلو بشويه تاع الماء وندهنو هنايا من الوجه تاع البريوش هكا باش نخرج هذاك لابريونس في البريوش. تقدروا هنايا ديروا سواء معجون ولا لا جولي، تقدري حبيبتي اذا كان عندك شويه عسل تقدري تدهني فقط بالبنسو بشويه تاع عسل من الفوق، يعني باش نلمعوا فقط الوجه تاع البريوش. يعني كتزيين بسيط، وقلت لكم تقدروا تخليه حتى ماهوش مزين ويجي ولا اروع، يعني الشكل تاعو هكا راه باهي. بعد هنايا حاولت اني ندري له شويه تاع السكر غلاس ندير خطوط من الشوكولا. هاوليكم هنايا حبيباتي البريوش تاعنا في الشكل تاعو النهائي. نتمنى حبيباتي تكون عجبتكم الوصفه اللي انا رايحه نقسم معكم لمصداقيه الوصفه، يعني راح تشوفوا الخفه والقوام تاع هذا البريوش. هاوليكم هنايا حبيباتي البريوش تاعنا بعد ما قسمته لكم، يعني شوفوا لهنا الشكل تاعو جا ما شاء الله. شوفوا لهنا المعجون في النص كيفاش اخرج، يعني جا هايل. شوفوا لهنا الشكل الرخامي، شوفوا لهنا الفراغات والثقوب، يعني جا خفيف هايل هايل.
الصوره تحكي على نفسها. نتمنى حبيباتي تكون عجبتكم الوصفه، نتمنى تجربوها، نتمنى تجربوا هذه الوصفه تاع البريوش وتشاركوني بارائكم في التعليقات، تبعثوا لي الوصفه تاعكم على الجروب تاعي على الفيسبوك على نفس اسم القناه. راح نزيد حبيباتي نقسم معكم هذاك البريوش، وهنا يا حبيباتي راح نزيد نقسم معكم هذاك البريوش المستطيل اللي كنا درناه غير بهذوك لي شيت، يعني راح تشوفوا القوام تاعه والخفه وكذلك الشكل تاعه. شوفوا كيف جار وخامي جام ما شاء الله عليه. نتمنى حبيباتي تكون عجبتكم الوصفه، نتمنى تنال الرضا تاعكم. ما تنساوش حبيباتي تخليوا لي جام، ونقولكم انتظروني في وصفات قادمه ان شاء الله. دمتم اوفياء وسلام.